بوديكم مع هذاك الشاخنا وين بتودينا؟ صناعية. خلص علينا، جبتنا هنا زين، شنو الجديد؟ بس جايين الصناعية نشوف الصناعية. جايبين الصناعية نشوف الصناعية؟ كم نمشي بس اكمخك على وجهك، كم تتكلم صناعية شو تسوي بصناعيات؟ احنا جايين هنا من الرياض نسوي لنا شغل. اخلص علينا. جاهز يا بدويش للمفاجأة؟ ايش المفاجأة؟ جاهز يا نوري للمفاجأة؟ جاهزين للمفاجأة، شو اسم مفاجأتك؟ مثل وجهك مفاجأتك، ما شفنا مفاجأتك. لا المرة مفاجأتي تبيض الوجه. يلا عطنا. تعال يا بدويش. تعال. تعال. قل ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. تفضل ادخل يا بدويش. ها؟ شو اسمنا ادخل يعني؟ يا بدويش حياك حياك النوري حياك حياك قل ما شاء الله تبارك الله. تعال تفصخن عليك عينك. تعال 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 يا النوري تعال قل ما شاء الله تبارك الله. تبارك الله. فندق الجروب المتحرك. ما شاء الله تبارك الله. هذا فندقنا. شفت يا بدويش؟ والله شايش لان كذا مريض صار زي كنا الحين اذا رحنا البحر وقفنا عند البحر ما ننام برا ننام داخل. واحد ينام هنا والثاني ينام هنا. يعني انا انام هنا. ايوه صدق كان احنا نفكو ختيل. ترتيب قسم بالله. ايوه تعال يا بدويش تعال 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 يا النوري تعال 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 شوف يا هذا مايكروويف. المكفيت حتى انا والله زين الثلاجة وهذا للملابس والله زين وهذه صورة عمك عارفيهم ذي طبعا انا ما قلت انا ما قلت لهم يحطون الصورة هنا والله ذا عمك الحين بسوي لي مفاجأة حطون صورتي عمده بس كان كذا يحطون صورتك انت بس شلون واحنا وين ها ايش دخلك شلها بس لا لا شيلها من فوق هي بس تحط صورتك خلاص خلاص اسمع نحط صورة بدويش منه ايه كذا معنا خلاص تعال يا بدويش تعال تعال شوف المجلس هنا انديه ايوه والله ترتيب جيد وفي حق البيوس بيت ايه هذا ريموت تلفزيون يا بدويش ريموت تلفزيون بعد الله عليك ها ها بدويش لا 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 في تلفون في تلفون والله في تلفون من هنا تخفض الإنارة يا بدويش ايوه من هنا تتحكم في الاضاءة زي ما تبي يا سلام ايوه شوف شوف التلفون ايوه التلفون صدق كان يحس في طيارة درية الاعمال درية الاعمال كذا جالس ايش رايكم بالمفاجأة؟ المفاجأة احلى مفاجأة بصراحة فرحت ايوه هذه السيارة ذي خاصة للجروب لنا للجروب ايوه حق رحلاتنا وراحتنا وجياتنا انا مستعمل سرير ذاك سرير خلاص بقعد هنا عجبني ذا لا عجبني والله ما شاء الله تبارك الله طبعا يا جماعة الخير احنا رحلاتنا واجد بار وبحر تدرون الجو بارد والجو حار ف ايوه اخذنا ذا الموتر الله يبارك لنا فيه اول مرة ما شاء الله عشان نسعدكم والله عشان نسعدكم بيت متنقل يمشي بالحالة لا قل ما شاء الله تبارك الله يا بدويش اول مره تفرحي تعال يا بدويش تعال لان هذا كله قهري تعال اول مره تعال هذا حمام يا بدويش وانتم بكرامه شفته اوه حتى أيوة. الحمام بعد خليك سعيد أيوة. اول مره اشوف حمام خليك سعيد أيوة. شوف طبعا الحمام ذا كل الشباب يدخلون فيه الا زجران اي ما انا لانك سويت اي والله عاد جبت على الجرح والله صحيح ما يصلح مو بس ما يطلع اندخل شي طلعه هالكبر شي طلعه ومو بس كذا وصغير متر ونصف متر ايه دخل خلاص احتمال اندخل الحمام يطب الحمام بكبره شلون ويطيح هو من البوكس ونمشي بدويش ابي شعوركم بهالمفاجاه شعور ما يتوصف بصراحه مريض فرحتنا قسم بالله انا ما توقعت كذا قسم بالله ما توقعت وشي خلاني خلت مويه خلاني قمت جبت زي البيت متنقل وجاب لي البطانيه وبعدين دموع الفرح ذي دموع الفرح ايوه تعال تعال كمل بكاء في الفندق امشي ما انت بكفو ما انت بكفو مفاجآت زي ذي ما في اطلع ما في اطلع الثاني بتطلعي ما في
ايش رايك النوري؟ انا اقول والله ما ما ما, ما اقدر اقول شيء. الله يطرح البركه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مشكور يا مريضي، مشكور على اللي سويته لنا. العفو العفو، بس نبي نمشي وبنروح البوليفارد الليله. علي منكم بروح وياكم، ما بروح. بيض الله وجهك يا مريضي. وجهك مفاجأة بصراحة خلتني ادخل السرور. ما علينا، زي ما يخالف، المفاجأة بيجي وقتها، قام الحين خل نروح. مبرايه والله مبرايه. دويش كيفكم يابا؟ يبني في فندق وتطلعي من ما علي منك يا ابو دويش، بنروح البوليفارد الليله. لحالكم روحوا، مبرايه انا مبرايه. عندنا شيء طلقها واخذ مبرايه. والله مبرايه. لاحق على الباص لاحق. بدويش انت جنني يا بدويش. مبرايه شو تسوي تقعد هنا؟ بس كيف يمشي ببيتي وانا ما انا مسدح يمشي بيتي بالحاله؟ سحبه 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 سحبه. لا واخي مبرايه بدويش، والله والله اذا ما تنزل الحين قسم بالله نلغي الموتر ذا. ما تلغيه، نبيع. ما تلغيه ما تلغيه. يلا قام قام قام، خلنا نمشي. لاحقين 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 ان شاء الله بدويش، ان شاء الله بدويش. بس بس يجهز الموتر نروح مكة. والله بعد عمري نروح مكة. ايه. اول مشوار عشان البركة نروح مكة نسوي عمرة. يلا 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 عاد. انزل 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 انزل. يلا مشينا مشينا مشينا. قلت له بابا بنستاهل مشان يلا 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 يلا. ما مصدق يا ادري. خليني مريضي لسه من الخرفان، بس متحرك لسه من الخرفان. كرفان كرفان. ترتيب في داخليه زي الاسفنج. الكنب الكنب شيء عادل مريح. سرير داخل وفي ميكروفيت ثلاجه كل شيء تمام. والله والله ايه حمام حمام شيء عدل عطني كل شيء سيفون كل شيء والله كل شيء تمام. مو بنام بدويش، مو بنام. الله وجه مريضي. الفرش الفرش بعد الفرش اقول لك فيه طبقتين والله. دقيقه بدويش دقيقه اقول لك شغله. ترى اضحك وياك اضحك وياك ترى، بس احنا الباص ذا حق رجال زين، واحنا بس جايين نشوفه ونصوره ونمشي. قل والله بكلمكم شوي. يعني انت بس مو بلين. لا 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 بعد ما تحكوا اقول له طيب ورجال وزين. نذل شفت النوري شفت ذبه يا نذل. والله اني توي اعرفك يا نذل انك مو بصاحي. لا لا اضحك وياك يا بدويش اضحك وياك يا بدويش. دخلتني في حلم اخر شيء اطلع سراب. لا 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 مو بسراب مو بسراب يا بدويش، ان شاء الله انه حقيقه ان شاء الله. ان شاء الله وجهك يا حبيبي. من بعد لا تدق لا تدق لا تدق على احد. ايش في اختلطت عند المشاعر. حزن على فرح على بكاء على ضحك. يا محمد علي خذنا خرب حلوين. اطلق من يزورني. من وين جايين انتم؟ من الرياض. من شرق الرياض. كم اخذتوا في الطريق؟ ما ادري ساعة. ساعة؟ ليش اخذتوا في الطريق ساعة؟ آه يا قلبي. انت شو اسمك؟ كريم. ونعم. وانت؟ وانت؟ الرحمن. وانت؟ مكان. ونعم والله الله يحييكم ونورتونا وشرفتونا ويا هلا فيكم. ابو دويش فوق. ابو دويش فوق الحين ينزل، الحين خليه ينزل. بسم الله عليكم. الله يحفظهم ان شاء الله وتبلغ فيهم. اي والله والله اني سعدت فيكم والله. انا مبسوط اني شفتكم حبيبي هن. بارك الله. وجينا للبوليفارد. المره اللي راحت وقفنا السياره بعيد وضعنا ما شاء الله. شوفوا المواقف ما شاء الله تبارك الله. المره ذي قالوا الشباب خلنا ناخذ موقف خاص عشان ما نتاخر نطلع بسرعه. هذا مواقف خاصه دي يا جماعه الخير. في مواقف خاصه وفي مواقف عامه. مكان مهيئ جدا. دار عام. تركت. تجي الرياض لازم تجي البوليفارد. لازم. ولا ما كنك جيت الرياض؟ صح.
فيها والله الرياضة يا جماعة الخير هذا وقتها أجواءها جدا جدا جميلة والله، لولا المشاغل والارتباطات ولا خاطري أقعد شهر مو بكذا، خاطري أسكن مرة واحدة بالرياض والله والله أتكلم جد والله، خاطري أسكن مرة واحدة بالرياض. رأيك بادي تأخذ لك جسم شقة ونسكن فيها؟ جالس أدور ذكي ان شاء الله، قل ان شاء الله قل ان شاء الله نقول له ناخذ الشاليه ونسوي نصمم على الشاليه. من ابي الشاليه؟ تامر امر اللي تبي يستوي بس ابي منك طلب واحد. امر اللي بعد حمادي يوم ينزل ياخذ له قهوه ما قال لنا شو تشربون صح نظامك كذا هو معها عيب، فانا ابيك تعلم ان الحركه دي اللي سواها غلط ان شاء الله، علم بطريقتك الخاصه. اقول لا لا تكون حمادة ابو احمد تعال بوي تعال نطلع من البوليفارد يا ابو احمد، يعني ناقد ساعتين كذا ساعة ساعة ونص ونص. والله كلام ابو احمد سليم بس ما يكفي ساعتين، ما يكفي يبي له خمس ست ساعات، ايش رايك؟ انا قلنا ما يكفي يمكن البوليفارد يمكن عافية 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 حار 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 بس ايش تشوفه بيدي على طول تاخذ الشرب ولا بتاك شوف لي دبر مريض والله مو بحالي قسم بالله وزع صدرك يا ابا. المفروض يا ابا احمد قبل لا تشتري قهوه تسالنا شو تشربون قلت لك ولا ما قلت لك؟ شرب ماله وشرب مالي الثاني حسب جاوب لك واحد وشربته جايب له واحد ويا كبير حجم كبير شوف لو احنا بدل المحل ولا شلون علمني عشان الشباب ترى مو على شان ما شاء الله عليك وايد وايد قلت لي اخذ الحين يلا امشي بس صدرك ابا ما اهل يا ابو احمد مو على مرتبه 8 انا مو على القاعد خلاص عاد خلاص بارك الله. هذه صاله المسرحيات عرض المسرحيات مسرح بكر الشدي، ليتنا والله حاجزين تذاكر على المسرحيه والله ما يمديني الحين ابن حاجز يقول لك اتكي هنا اتكي هنا وتجيني بعدين التكت التكت كم الساعه تبتدي المسرحيه؟ الساعه 10 وكم مدتها؟ لين واحدة. ما ينفع لازم نجي يوم ثاني معزومين عند رجال وما نقدر نتاخر عليه. هلا هلا حبيبي الله يحفظك حبيبي صليت حياك الله يا حبيبي طول بعمرك يا رب. كيف الحال؟ شلونك طيب؟ شو اسمك؟ ترك القحطاني. ونعم والله يا تركي تشرفنا فيك. مبسوط في البوليفارد؟ اكيد. وين تنصحنا نروح بالبوليفارد؟ انصت زياد اقترح لنا مكان بالبوليفارد. مسرحيه ما عندنا وقت والله عليها والله الاماكن كثيره تشوف الاماكن بنروح للاستديو يقولون الاستديو ان شاء الله تروح معنا؟ لا والله حجزين. يلا عليك بالعافية إن شاء الله. مشاهدة ممتعة. بارك الله. التمشية هنا يا جماعة الخير لحالها من غير ما تحضر أي فعاليات فيها متعة. أي والله. والأجواء جدا لطيفة يا إخوان. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. زين السبع صنافير. طبعا في قاعات كثيرة في البوليفارد، في قاعات كبيرة ها؟ أقول في قاعات قاعات كبيرة أفكر قاعدات لا لا قاعات ومسارح كبيرة كبيرة جدا وحجم عائلي موجود يا قدوم فيها اثنين بعد أمري أقصد إيران لا لا أقصد قاعات المسرحيات ما بيها فاشلك لا لا يلا شوف العربه